شجرة احتلم فأفداه بعض الناس بهجوم الغصن، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد من هلا سألوا، هذه الحصة التي تجيب على أسئلتكم وانشغالاتكم الفقهية والدنيوية والأخروية. أسعد باسمكم جميعا في هذه الحلقة بالترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور محند دير مشنان. مرحبا بك سيدي الفاضل في هذا العدد. شكرا أستاذ حمزة، بارك الله فيك، ومرحبا بكم أنتم أيضا. الله يسلمك شيخنا. فرصة سعيدة أن نجتمع في هذا العدد من هل سألوا ونتدارس بعض أمور الفقه والفتوى. لعل الكثير من الانشغالات وصلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر المجمع الهاتفي رقم الفاكس 021-37-41-21. اخترنا منها أسئلة تخص هذه الأيام الحج. لعل أول سائل يتحدث عن الإحرام، يقول فيه: الإحرام من مطار جدة هل يصح وهل يترتب عليه هدي؟ فضيلة الشيخ. نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى للأستاذ حمزة، وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عفوا وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفعلا كما تفضلت وطرحت علينا السؤال الذي يشغل بال عدد معتبر من الحجاج، وليس فقط الحجاج الجزائريين بل يشغل بال معظم الحجاج في العالم. لماذا؟ لأنه الحج عنده ميقات زماني، الإنسان ما يقدرش يحج قبل أشهر الحج ولا بعد أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. ولكن الحج أيضا عنده ميقات مكاني. شنو الميقات المكاني؟ يعني من أين يحرم الناس. فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت، يعني جعل أماكن ليحرم منها الناس الذين يدخلون إلى مكة. فمثلا هذه كانت تسمى قرن المنازل، كان يحرم منها اللي يجيوا من نجد، بلاج نجد شرق مكة، شرق الجزيرة العربية، ذات عرق، هذا مكان يحرم منه أهل العراق. مثلا بيار علي يحرم منه أهل المدينة، وكان تادي رابغ يحرم منها اللي يجيوا من غرب الجزيرة العربية، اللي يجيوا من مصر، اللي يجيوا من أرض الشام، اللي يجيوا من المغرب العربي، ومنها احنا في الجزائر. فزمان لما كانوا الحجاج يمشيوا برا ويمشيوا يحبطوا وكذا، طبعا كانوا يحرمون من رابغ، وهذا هو الأصل. طيب الآن الناس ما تمرش من رابغ، رابغ غادي يجوز عليها الطيارة، يعني هي كلها تقريبا 15 كيلومتر ما تفوتش، بهذيك السرعة ربما تمشيها في أقل من دقيقة، حتى باش جيت تحرم خلاص راك جزت الميقات. إذن واش صار الناس؟ صار الآن مدخلوا معظم الحجاج ما هو لا من يلملم، لا من قرن المنازل، لا من ذات عرق، لا من رابغ، لا من أي مكان آخر. معظم الذين يدخلون إلى الحج، أقول معظمهم يدخلون من جدة، من مطار جدة، صار الآن هو المدخل. السؤال، الحكمة، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذيك؟ نعم، هي مواقيت منصوص عليها، منصوص عليها في السنة النبوية الشريفة. وإن كان سيدنا عمر اجتهد في ميقات أهل العراق وجعل لهم ميقات، هذاك موش منصوص عليه. نعم، لماذا؟ لأنه كانت الطرق المؤدية إلى مكة كانت هذيك هي، ليجوا من العراق، هذاك هو المدخل تاع مكة. كما الآن دوكا أي بلدة عندها المداخل، هنا في العاصمة كذا تقول لك باب جديد، باب كذا، باب كانت المداخل، باب الزوار، باب الزوار إلى آخره، هذاك البيبان أبواب. فكذلك هذه كانت هي الطرق
التي تدخل إلى مكة والناس تدخل منها. إذن لما يوصل إلى وقت معين إلى مكان معين يحرم قبل ما يدخل إلى مكة. الآن من أين يدخل الحجاج؟ الآن الحجاج يدخلون من جدة، يكونوا في السماء، أول ما ينزلون ينزلون أين؟ في جدة، في مطار جدة. السؤال، أهل جدة أين يحرمون؟ يحرمون في جدة باتفاق. واحد يسكن في جدة وحب يحج، من أين يحرم؟ يحرم من جدة، ما يروح حتى جهة أخرى. طيب الآن احنا نزلنا في جدة، أول مكان نزلنا فيه من السماء إلى الأرض كان في جدة، فيصير حكم الحجاج الجو اللي الطائرة حطت بهم في جدة يصير حكمهم كحكم أهل جدة. أين يحرمون؟ يحرمون في جدة، صار حكمهم كحكم أهل جدة تماما. ومن ثم احنا ننصح حجاجنا الأفاضل وحجتنا الميمونات يتعبوش روحهم كثيرا في الطائرة، ويبقى لابس لباس الإحرام من المطار ويطلع في الطائرة مسكين هو متعب، وبعد كي يصلح بيته وضع يروح ربما يزعج الحركة، وحتى الإعلان عباك باش يعلنوا. طبعا هذا اللي يقود الطائرة يعلن حوالي ربع ساعة 20 دقيقة، يقولون بعد 20 دقيقة نوصلوا لرابغ. فهذيك 20 دقيقة كاين اللي يعرف يحسب، كاين اللي يعرف يحسب، كاين اللي عنده ساعة، كاين اللي عنده ما عندوش، كاين اللي يرقد، ومن ثم يفوتوا وفاتوا. إذا دار هذاك الشيء بالنية لازم نحرم تماك وفاتوا وقت الإحرام. ولهذا نقول لهم احنا يا حجاجنا الأكارم، علمائنا الشيخ حمد حماني رحمه الله، المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بيوض رحمه الله، علماء في المشرق علماء في المغرب اجتهدوا الآن وقالوا يحرم الناس اللي ينزلوا في الطائرة يحرمون من جدة. كي توصلوا للمطار ديو ثياب الإحرام تاعكم، ما تحطوش مع الباجاج، لأنه كي تديوه مع الباجاج ربما يتأخر ما يلحقش، ربما لسبب من الأسباب هذاك الكيس اللي فيه الإحرام، الدواء تاعك، الوثائق المهمة، هذوك شدهم في يدك. كي توصل جدة بعد ما تكمل كل الإجراءات الإدارية ويصوروك ويأشروا لك عند الدخول، خلاص حينئذ عاود تجرد من لباسك العادي وتلبس ثياب الإحرام. وفي مطار جدة كان مصليات في كل مكان، وتروح تصلي ركعتين وتحرم هناك، تقول على حساب الإحرام تاعك، ربما يشرح في الدروس اللي تعلم الحج والعمرة راهي تشرح، تقول لبيك اللهم حجا، ولكن في مطار جدة. حينئذ الآن هل عليك هدي؟ ليس عليك هدي. هذا الشق الثاني من السؤال، يعني هذا الشق الثاني أو السؤال الأول، هل يصح الإحرام من جدة؟ نقول له نعم. لماذا يصح الإحرام من جدة؟ لأننا نحن كأهل جدة تماما، فنحرم من المكان الذي يحرم منه سكان جدة. زيد، منين جبنا هدية؟ سيدنا عمر رضي الله عنه لاحظ أن هناك مواقيت، وأهل العراق صار عندهم مدخل آخر فوقت لهم من ذلك المكان. فهذا اجتهاد منه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لاحظ الحكمة النبوية. إذن الآن زيد، جدة هو أبعد من بعض المواقيت، خلينا دول الحليفة هذيك بيار علي هو أبعد المواقيت، ولكن كاين مواقيت فيها 70 كيلومتر، وجدة راهي أكثر من 80 كيلومتر، ومن ثم فهو أبعد يعني. وزاد الآن هو طريق الحجاج، الآن الحجاج طريقهم إلى مكة من جدة، وهذا الأمر هو اللي اختاروه، مش هما اللي اختاروه، المملكة العربية السعودية بنات المطار في مدينة جدة. إذن فنحن نحرم من المكان الذي نزلنا فيه. إذن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك هدي؟ ليس هناك هدي، لأنك لم تتجاوز ميقاتك. الآن ميقاتك هو جدة، ما دمت قد نزلت في جدة. إذن ليس عليك هدي، ليس عليك إثم، حجك صحيح. حتى أنه بعض الناس، هذا كلام بعيد عن الفقه كل البعد، يعني اللي يقول هذا الكلام أنا أشم منه رائحة أنه إما أنه ليس بفقيه ويتكلم في الفقه بغير علم، وإما أنه يعرف ولكنه غفل. مثلا بعض الناس قال هكذا، قال
ليحرم من جدة فحجه باطل. هذه لم يقل بها أحد، هذه لم حتى باتفاق العلماء جميعا 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 ما قالش واحد من العلماء، لا من صحابة لا من تابعين لا من الأئمة المجتهدين، أن الإنسان إذا تجاوز الميقات فإن حجه باطل. أقصى ما يقال في هذا أنه عليه الهدي. ولهذا اللي يقول يا اللي حرمتوا من جدة حجكم باطل، هذا نقول له راجع نفسك. فأقصى ما يقال فيه أنه، ولكن هذا يقال في اللي تجاوز الهدي مثلا، إنسان أو داخل من المدينة المنورة وصل بيار علي وما حرمش هذاك الشخص، هذاك اللي ما حرمش في بيار علي حتى تجاوزها، نقول له نعم عليك الهدي لأنه أنت جزت على الميقات ومع ذلك لم تحرم. واحد جاي من نجد برا وصل إلى هذيك قرن المنازل كذا وين الإحرام ونسى روحه ولا كذا حتى تجاوزوا كذا ولم يحرم وأحرم بعد الخروج من الميقات، نقول له نعم أنت عليك الهدي. أما الإنسان اللي نزل في جدة وأحرم من جدة، نقول له حجك صحيح وإحرامك صحيح وأحرمت من المكان الصحيح وخففت على نفسك وخففت على الناس واتبعت اجتهاد العلماء المحققين المجتهدين الذين لم يقولوا الآن فقط بأن جدة هو بعبارة عن محاذات، لأنه إذا قلنا بأن جدة بمحاذات رابغ فهو صحيح، ولكن أكثر من هذا لا، الناس اجتهدت قالوا لا جدة هي عبارة عن ميقات، الآن صار ميقاتا، لأن نقدر نقول لك 70%، أنا ما عنديش إحصاء دقيقة، ولكن بالك 70-80% من الذين يدخلون إلى الحج يدخلون من مطار جدة، لأنه أكبر، حتى تسمى هذاك المطار لا يسمى مطار جدة، يسمى مدينة الحجاج، فهم وحقيقة عبارة عن شيء يعني متسع كبير جدا. إذن احنا نقول لحجاجنا يا حجاجنا الله يجازينا ويجازيكم الخير والله يرشدنا ويرشدكم، أحرموا من جدة. يعطيك صحة شيخنا. مثلا أنا شخصيا معليش يعني نتحدث، أنا حجيت أكثر الحمد لله واعتمر، أنا دائما أحرم من مطار جدة، نركب حيث ركبت وننزل في مطار جدة وندخل إلى مكة، أنا لما نكمل كامل الإجراءات على الإدارة باش نتكلم يعني حتى نقول باللي أنا أتحمل مسؤولية ما أقول، لما نوصل نكمل كامل الإجراءات، إذا ما نجم وضي نروح نتوضأ وأماكن وضوء موجودة بشكل كبير جدا، ونصلي ركعتين أو طبعا ونلبس ثياب الإحرام ونصلي ركعتين، لما نركب في الحافلة أو في المركبة نقول نبدأ لبيك اللهم كذا ونبقى نبدأ في التلبية. إذن خلاص الآن لا، ونقول لهم هذا الكلام وزين نقول لهم اسألوا أهل الفقه في هذا البلد، احنا نقول هذا الكلام مش احنا اللي جبناه، جابوه علمائنا، المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ حمد حماني رحمه الله، الشيخ بيوض، الشيخ علي مغربي، شيخنا الشيخ طاهر، علمائنا شيخنا الشيخ محمد شارف، كل هؤلاء العلماء وزيد أيضا في بلدان أخرى كلهم يقولون بجواز الإحرام من جدة. فيه بعض العلماء، هذا البعض كثير قليل، لا يرون ذلك، يقولك لا إحرام من جدة لا يصح. وش يبقى؟ يبقى هذا اجتهاد، اجتهاد منهم الله يعاونهم، اجتهاد منهم، نحن لا ننكر على الناس اجتهادهم، إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجران، ولكن يبقى هذاك اجتهاد في مقابل اجتهاد. احنا نرشدكم إلى الاجتهاد الذي يخفف عنكم وييسر عليكم ويرفع الحرج عن أصحاب الطائرات ويرفع الحرج عن الحجاج وعن الحاجات ويجعلكم في ساعة من الأمر. إذن فخلاص الآن أنا أرجو حتى المرشدين والمرشدات تاع الحج والأئمة والمرشدات اللي يرافقوا لجنة الفتوى اللي يرافقوا الحجاج هم على دراية، ولكن من لم يكن على دراية فليكن يرشدون حجاجنا في الطائرات إلى وفي قبل ذلك وفي المطار، أنا في المطارات الجزائر، أن يرشدوهم إلى أن يبقوا بثيابهم طيلة الطائرة ويأخذوا ثياب الإحرام في أيديهم، ولما يوصلوا إن شاء الله إلى مطار جدة يحرمون من جدة. أنا نتحدث عن الناس، لمن؟ الذين
ينزلون في جدة ويمشوا مباشرة إلى مكة، وخصوصا في الرحلات الأخيرة، الرحلات الأخيرة اللي تروح من جدة مباشرة إلى مكة. ولكن لا، كاين طائرات أخرى تنزل في المدينة، لا هذوك ما عندناش إشكال، وقعت في المدينة يماد ويخرج من المدينة على 20 كيلو على بعض الكيلومترات يوصل إلى بيير علي ويحرم ثم كذاك، ما عنده حتى إشكال. وكذلك الناس اللي ربما لست أدري إذا ما زال موجودا، كان ربما يكون البعض اللي ينزل في جدة ويروح للمدينة ما يروحش إلى مكة، هذا أيضا لا يطرح، هذا يحرم من حيث يحرم أهل المدينة. أما الحاج اللي من الجزائر أو في الطائرة نزل مباشرة في جدة فنقول له لا تحرم إلا من جدة، ليس عليك إثم، ليس عليك هدي، حجك صحيح، وفقط حرص على تصحيح حجك بالذكر بالدعاء بالإخلاص بهذه الأشياء. نعم، شكرا شيخنا، الله يبارك فيك على هذه الإفاضة اللي وضحت بها الصورة لهذا السائل. سائل آخر هو يسأل كذلك عن أمور الحج، يتناهى إليه الإفراد والتمتع ولا يعرف معناهما، وكيف يفعلهما، إفراد أم تمتع؟ نعم، وهذا حقيقة، هذا بعد جدة يتبن الإنسان، أنا خيرنا بلي خلاص أنا نحرمه في جدة، كيف نحرم؟ كاين في الإحرام كاين حاجة يسمى الإفراد، وكاين حاجة يسمى التمتع، وكاين شيء يسمى القيران، وهذا كله إحرام، هذا كله إحرام. منين جاء هذا؟ ربي عز وجل قالنا في القرآن الكريم وأتم الحج والعمرة لله، بمعنى الإنسان لما يروح الحج راهو يجيب الحج وراهو يجيب العمرة. هذا الترتيب بين الحج والعمرة، نقدموا العمرة نقدموا الحج ندخلهم في بعضهم، هذا هو اللي يخلينا نقولوا باللي هذا تمتع أو هذا إفراد أو هذا قيران. معظم الحجاج وخصوصا الحجاج اللي يروحوا في البدايات، مثلا الطائرة الأولى إن شاء الله تلي تمشي يوم 15 بعدين 16 17، هذاك اللي يروحوا إلى مكة المكرمة، طبعا هو ممكن يسبقوا هؤلاء في المدينة ممكن، ولكن يقعدوا في المدينة 4 أيام 5 أيام ويعودوا يدخلوا إلى مكة، بمعنى يبقى في مكة أيام طويلة، يقدر يقعد 15 يوم في مكة قبل عرفة، قبل النفرة إلى منى ثم عرفة ثم كذا. طيب هذا طيلة هذه الأيام، وش نقوله؟ احنا ننصحه تخفيفا على نفسه أنه يدخل بالتمتع، على لأنه إذا دخل بالإفراد، إذا قال دخل قال لبيك اللهم حجا أو حجة، فيبقى بثياب إحرامه، قعد نهار يومين 10 أيام 15 يوم يبقى دائما بلباس الإحرام، وطيلة هذه المدة ما يقدر يدير العطر، ما يقدر يغسل بصابون معطر، ما يعني فيه، وثم في لباسه كيفاش كذا، ربما يرقد ربما ينكشف ربما كذا، وحتى في طريقة مشيه ربما السخانة ما يقدرش يدير المظلة، ما يقدرش، في أشياء كثيرة جدا. فهؤلاء الحجاج احنا نقول لهم اختلاف العلماء رحمة، والتمتع هذا يا موجود، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو كان دخلت بالتمتع، وهذا يخفف على الحجاج وخصوصا الرجال، لأن الرجال هم اللي عندهم ثياب الإحرام اللي يحرج، بل ولكن حتى النساء، يعني لأنه كاين أشياء تقدر تحب تديرها وما تقدرش تديرها. فهؤلاء الناس اللي يطول مقامهم في مكة قبل يوم التروية، قبل يوم 8 ذي الحجة اللي يقعد 4 أيام 10 أيام حتى 15 ربما حتى 20 يوم، هذا نقول لهم لو يستنصحون نقول لهم ادخلوا بالتمتع، وهذا رأي صح. عند الشافعية، عند الحنابلة، عند الكثير من العلماء، ولا بأس إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. كيف يدخل بالتمتع؟ هذا اللي يدخل بالتمتع لما يحرم من حيث أحرم، وش يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة، معناها أول ما يدخل إلى الحج يدخل بنسك العمرة، يروح إلى مكة المكرمة يطوف بالبيت، يعني يجيب الطواف، هذاك الطواف يسمى طواف القدوم
وهو في ذات الوقت طواف العمرة، لأنه الآن ذيك عمرة، ولكن الحج فيه طواف القدوم وهو من الواجبات، من واجبات الحج، من واجبات فهذاك الطواف شنو؟ هذاك الطواف يعتبر أمرين، يعني يحسب له مرتين، يحسب على أنه طواف القدوم اللي هو طواف الحج، ويحسب أيضا أنه طواف العمرة لأنه دخل ماذا بالعمرة صح. ثم بعد ما يكمل الطواف يروح يسعى بين الصفا والمروة ويروح يحلق ويكمل العمرة تاعو الحمد لله، وبعدين يلبس حوايجه ويلبس القندورة تاعو ويدير الشاشية تاعو، يعطر روحه ويدير يعني يتهلى في روحه بقدر استطاعته. وهذا يسموه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، بمعنى ذلك الأيام يستمتع بلباسه يعني أو مرتاح يعني. طيب ثم يوم 8 ذي الحجة، نهار 8 ذي الحجة نهار اللي قبل عرفة، يعاود من الفندق اللي راهو فيه يعاود يحرم بماذا؟ يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ويروح إلى عرفات ولا يروح إلى مين ثم عرفات على حساب كل شخص، حتى يكمل طواف الإفاضة، فيكون قد قدم العمرة، تمتع تلك الأيام بلباسه كذا، ثم يعود يجيب الحج ويكمل. هذا واش عليه؟ هذا عليه الهدي، مقابل هذاك الشيء الذي تمتعت به أعطي حق للفقراء والمساكين. يا أخي هكذا هديا بالغ الكعبة، بمعنى يروح للفقراء والمساكين، وطبعا يروح للفقراء والمساكين في العالم. إذن هذا يسمى التمتع. إذن احنا الحجاج الأولين نقول لهم لو كنت تدخلوا بالتمتع هذا أيسر لكم. طيب كاين حجاج خصوصا بعض الحجاج اللي حالات خاصة جدا، تلقاه عنده تقريبا أسبوع في يده، كاين بعض الموظفين، بعض الناس اللي يروحوا في رحلات خاصة اللي تقريبا أيامه كلها هي عبارة عن أسبوع فقط، بما أن أسبوع يروح فيها المينا، يروح فيها العرفات، يروح يطوف يسعى العمرة، كل الأشياء هذه عنده في يده أسبوع. هذا نقول لهم الأفضل لكم تخيروا القيران. وش هو القيران؟ هو أنه يجمع بين الحج والعمرة، كينوي يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني يدخل نية العمرة في نية الحج. طبعا نية الحج هي الأولى ونية العمرة هي الثانية، لأنه دائما نية الفريضة تكون مقدمة على نية السنة أو النافلة. هذا يدخل طبعا يلبس ثياب الإحرام وقال لبيك اللهم عمرة، يدخل إلى مكة يجيب طواف. هذاك الطواف تعمل هو طواف الحج وطواف العمرة، يعني الحج اللي هو طواف القدوم، ويجيب السعي. هذاك وش هو السعي؟ هذاك السعي تاع الطواف وتاع العمرة عفوا، والسعي تاع الحج هكذا هكذا، ويبقى بإحرامه تقريبا، لأنه ربما في نهار وغد من ذاك يروح إلى مينان ثم إلى عرفة، ويبقى راه بثياب الإحرام، يكمل المينان ثم عرفات على حسب الظروف تاع الإنسان، لأنه كان يروح مباشرة إلى عرفات. كي يكملوا العرفات النهار العيد غير يرجم ولا يحلق ولا كذا، يعاود يتجرأ ينحي ثياب الإحرام ويلبس لباسه العادي، من بعد كي يحبط المكة يجيب غير طواف الإفاضة، لأنه السعي راه جابه، لأنه قال لبيك اللهم حجا. هذاك الطواف هو طواف الحج والعمرة، وهذاك السعي هو سعي الحج والعمرة، إذن جاب ركن السعي وجاب واجب الطواف. كي يكمل كامل يروح يجيب غير طواف الإفاضة. هذا أيضا وش لازم عليه؟ هذا لازم عليه يجيب الهدي. كيف القارن والمتمتع يجيبوا الهدية، بمن يخلصوا ثمن الأضحية. كاين مؤسسات معتمدة رسميا تدفع لها المال 500 ريال ولا استدري كم على حساب القيمة تاعو كل سنة، ويعطيك واحد الوصل تخبي عندك برك، يعني هما باش يتحاسبوا مع الجهات الأخرى، وهما اللي يدبحوه هما اللي يوزعوه، بمعنى كفوكة. هما عندهم واحد الشعار يقول لك وكلنا وتوكل، تسمى وكلنا باش ندبحوه وتوكل على الله. طيب كاين حجاج اللي ما عندوش أسبوع في يدو، عنده كي يدخل إلى مكة يدخل مع الأخر، تسمى كاين الناس يدخلوا إلى مكة يوم 7 ذي الحجة، يوم 6 ذي الحجة، بمعنى يعني في آخر الأيام، في آخر الأيام تاع اللي قبل الحج. فهذا يدخل شحال عنده، ما راحش ينزعج او بثياب، ما راحش يقلقه بكثيرا،
لأنه مثلا دخل يوم 6 ذي الحجة في الليل، هاو بقالوا غير 7 ذي الحجة و8 ذي الحجة يعود يحرم، هذا يقدر يدخل بالإفراد يقول لبيك اللهم حجا، طبعا هو داخل بثياب الإحرام كي يطوف، هذاك الطواف تعمل، هذاك طواف القدوم، طواف القدوم هذاك فقط، طواف القدوم ماهوش طواف العمرة لأنه ما كاش نية العمرة. إذا سعى هذاك السعي تعمل، هذاك سعي الحج كذلك، وجاب الطواف والسعي، يقدر يجيب غير الطواف لأنه يقدر يأخر الطواف، احنا نفترضوا أنه دخل جاب الطواف وجاب السعي معا، ولو كان يجيبهم معا أفضل، طيب يجيبهم ويبقى بثياب إحرامه. نهار يوم 8 ذي الحجة الناس كي تروح إلى منى، اللي يروح المنى أو البعثة تاعنا تدي مباشرة إلى عرفات، هل هذا يعود يحرم بالحج؟ لا يحرم بالحج، خلاص راهو مازال بنية الحج، يروح ليلة عرفة كيعود يحباط ليلة صبيحة العيد، يروح يرجم ويحلق ويقدر يلبس وقد ذبح طبعا، هذا ما هذا معليش الهدي، هذا ليس عليه الهدي، هذا ليس عليه الهدي غير غير يرجم ويقدر يعني يحلق وما يوش يدير، يروح يعود يلبس لباس الإحرام تاعه وهو في منى، كي يحبط المكة يجيب طواف الإفاضة، كي يكمل خلاص أعمال الحج بطواف الإفاضة، هذيك الساعة يعود يجيب العمرة، يروح إلى مسجد عائشة في التنعيم حوالي 6-7 كيلومتر على مكة، يعود لتمك يقول لبيك اللهم عمرة، يعود يجيب العمرة. إذن هذا يسبق الحج ثم جاب العمرة، هذا هل عليه هدي؟ هذا ليس عليه هدي. هل عليه مشقة؟ ليس عليه مشقة. علاش قلنا الحجاج المتأخرون اللي يدخلوا مكة في آخر الأيام، بمعنى راح يقعد في مكة نهار يومين ثلاث أيام، قلت أنا لا، وفعلا هذا لا يقلقه كثيرا، لأنه فنقول له تقدر تدخل بالإفراد، وكاين ناس يفكر أولا الإفراد في المذهب تاعنا يقول لك أفضل، ولكن كاين ناس يفكر يقول لك أنا يا المصروف اللي يعطوه لي قليل وانا نقتصد 500، كاين ناس يفكروا هذا التفكير ممكن جدا، فاحنا نقول ما فيش حرج في ذلك. اما الحجاج الذين يطول مقامهم في مكه ايام طويله من سمانه 10 ايام فاكثر، هذا نقول لهم لو طلبوا منا نصيحه تقولوا لنا كيفاش ندخلوا بالاحرام بالافراد ولا بالتمتع ولا بالقيران، نقول لكم ادخلوا بالتمتع وتخلصوا هذاك الهدي، والهدي هذاك عليكم صدقة، وربي عز وجل يتقبله منكم إن شاء الله. يا ربي طاقم الخامسة في هذه اللحظات كله شوق واشتياق للحج، على رأسهم المخرج أبو بكر عياطة، إن شاء الله راه يقول لك شيخ نادعي لي ربي إن شاء الله يكتب لي حجة معك باش ما نغلطش حتى نقطة من هذا النقاط. يا أخويا إن شاء الله ربي يجمعنا جميعا، إن شاء الله يجمعنا جميعا هنالك وفي صعيد عرفة وفي كل حالات، هو وكل الطاقم التقني لقناة القرآن الكريم، وكاين واحد القائمة دارها ربي في كل سنة، الناس اللي يحجوا طلبوا ربي يكتبنا في هذه القائمة إن شاء الله، هكذا إن شاء الله ويكتب خاوتنا وخواتاتنا إن شاء الله، وحتى خاوتنا اللي راهم يشوفوا فينا لم يتابعوا فينا كذلك إن شاء الله. شيخنا يعني كلمة للحجاج أو لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي كل عام يشاركوا في القرعة، ولما تخرج القرعة ما يكونوش فيها، ولما يكونوا يشوفوا في هذا المشاعر ويكونوا يشوفوا في هذا الشعائر شعائرة الحج، تنقبض أرواحهم ويحزنوا ويتمنوا لو يكونوا في هذاك المكان، ومنهم حتى يكون اللي ما يقدرش يهدر، يعني وش تقدر تقولهم في هذا الموضوع؟ نعم فعلا كلام كلام مؤثر جدا. وشوف ربي قال على المؤمنين اللي يعرفوا ربي، قال هم وترجون من الله ما لا يرجون، الآية تقول إن تكونوا تألمون، يعني يخاطب الله عباده المؤمنين به، إن تكونوا تألمون من الألم فإنهم يألمون كما تألمون، يعني جبتها برواية حفص أو بقالون معلش باش نجيبوا الألم يعني نعبر عليها، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، قال وترجون من الله ما لا يرجون،
فعلا الانسان ربما داير عام عامين. تلاقيت بواحد قال لي عندي 17 سنه وانا نسجل كل عام، قال لي اكثر من هذا. طيب فعلا الانسان يتالم، ولكن ربي وشوش الفسحه، قال لك وترجون من الله ما لا يرجو. مثلا هو الرجاء في الله اوسع بكثير مما ننتظر نحن. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، والله يعطي الانسان ما نوى واكثر مما نوى. ولكن نقول فقط نقربه، سيدنا رسول الله يقول من هم بحسنه ولم يفعلها كتبت له حسنة. هذا شكون اللي قال هذا الكلام؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الذي لا ينطق عن الهوى، ما يقول كلام هذا هو. هذا هم بحسنه ولا لم يفعلها، هم بها ولا لم هم بها ولكن لم تتح له الفرصه، هم وراح سجل وبالك مسكين كان يوجد وقدم الاسباب وقدم الكذا، ربما وصل الناس كامل باش يدبروا له الباسبور ولاده اصحابه وما حصلش عليها. هم بحسنتي، واش هذه الحسنه؟ هي الحج، كتبت له حسنه. واش معنى كتبت له حجه؟ كاين واحد حج مره دار القرعه مره وخلاص عنده حجه، كاين واحد 17 مره هو يسجل وما حدش كامل، شحال عنده 17 حجه. شفتوا الفرق؟ اذا من هم بحسنه ولم يفعلها لانه منع منها لسبب من الاسباب كتبت له حسنة، من هم بحجة ولم يفعلها لأنه ما قدرش كتبت له حجة. ما شاء الله، والله حقيقة ما شاء الله. ساعة الإنسان يولي يغبط هؤلاء الناس، لأن رب يكتب له حجة بعد حجة ما راح ما ولا، ما شاء الله، ومع ذلك تكتب له. زيد، خير من عند الرحمن، هذا خير من الله سبحانه، خير من عند الله عز وجل يسوقه لعبده. زيد، كاين حاجة هي الشوق، الشوق هو قاعد كل عام يتشوق، هو أداء العبادة عبادة لا شك، والشوق إلى العبادة عبادة. احنا نقرب فقط، سيدنا رسول الله قلنا الحديث الصحيح أن الإنسان إذا جلس في مصلى في الجامع ولا في وين يصلي ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى تقوم الصلاة. يعني الإنسان اللي راه قاعد ينتظر عبادة معينة فهو في عبادة حتى يؤدي تلك العبادة. طيب كان واحد عنده 20 سنة هو يستنى الحج، 20 سنة هو يحج، 20 سنة الشوق إلى العبادة يملأ قلبه وأجور تلك العبادة تملأ رصيده. ما شاء الله، تملأ رصيده، خير كبير. طيب والأسف على فوق العبادة، على فوت العبادة عبادة، أنا متأسف لأنه راحت لي، هذاك الأسف في حد ذاته عبادة. ولهذا خليه الأمل في الله عز وجل واسعا، وبقدر أملنا في الله عز وجل، بقدر السعة التي نتصورها نحن في أذهاننا في سعة كرم الله عز وجل، ولكن الحقيقة هي أكبر ولا ما هيش أكبر؟ أكبر الحقيقة، أكبر، أكبر بكثير ولا لا؟ لا يمكن أن نقارن، أكبر، لا يمكن أن نقارن، ما كان، لا يمكن أن نقارن بين ظني في رحمة الله وبين حقيقة رحمة الله. وعطاء ربي أكبر، أكبر وأكبر وأكبر. ولهذا خلي 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 الأمل الفسيح في الله عز وجل، ودعه لله، ودعه لله، أنت ما تدخلش روحك في هذه الأشياء، دع الشأن لصاحب الشأن. ولهذا معليش الإنسان يأسف طبعا، هذه مشاعر، هذه انفعالات ومشاعر ما نقدرش، ولكن لا، الإنسان وراء هذه المشاعر يفتح فسحة للأمل، ويفتح مجالا لحسن الظن بالله عز وجل، والله عند ظن عبده به فليظن العبد بربه ما يشاء، ما يشاء، ما يشاء، لا حدود، ما كاش حدود، افتح افتح افتح، ما لا تغلق. لو كنت تتعامل مع عبد، هذاك العبد محدود، قدراته، آفاقه، العبد وخلق الإنسان مهما كانت ضعيفة. مهما كانت مفتوحة فهي محدودة، محدودة. ولكن الله عز وجل الأمل فيه ليس محدودا،
خلي الله هو الذي يكرمك بما شاء وكيف ما يشاء، إنه على ما يشاء قدير. نعم. شيخنا، يعني فيه بعض الناس متشوقين للحج يعرضوا عليهم جوازات سفر للبيع، فالسائل يقول هل يجوز لي أن نشري جواز السفر أم ما يجوز ليش؟ هو شو نقوله؟ نقوله ما تشريش هذاك الجواز السفر، تشريش. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، هكذا حديث، اللي يخلي شيئا لله ربي عز وجل يعوضه خيرا مما ترك. هذاك الإنسان اللي يبيع جواز السفر لا يجوز له بيعه، لأنه هذه الأشياء الدولة الجزائرية مداته لا يباع، هذا إما يعطى عن طريق القرعة أو يعطى عن طريق المجاملة. ولكن هل هو شيء معد للبيع؟ ليس معدا للبيع، واضح الكلام؟ إذن واضح. فكما الشفاعة، الشفاعة لا تباع وهذا الجواز لا يباع، ومن ثم ما دام هو لا يجوز له أن يبيعه، معنى إذا باعه فقد ارتكب إثما، ارتكب إثما لا يجوز له أن يخوض عليه عوضا. طيب، وأنا لو كنت نشري عليه وش معنى وش درت؟ معنى عاونته في الإثم، قد أعنته على الإثم. وربي سبحانه وش قلنا؟ قلنا وتعاونوا على البر والتقوى، والتقوى ما قلناش والإثم والعدوان، لا، في الإثم والعدوان قلنا ولا تعاونوا بصيغة الأمر تفيد النهي، بصيغة النهي، نهي، هذا لام ناهية، لا ناهية، ولهذا لا نشتري منه. هذه واحدة. تصوروا الآن الناس راهو كبعض الناس يجي متشوق، ربما باباه، ربما يماه، ربما شخص كذا تحت طائلة كذا، يروح يشري هذا، يشري هذا، يشري. ما دام رانا نشري معنا نشجعوا فيهم، نحن نشجع هذا السلوك السيء. ولكن تصوروا أنه عام بعد عام جابوا باسبورات، ولكن يسي شيء يبيعهم واحد ما والو، أنا ما نشريش عليك، أنا والو ما نشريش عليك. بعدين يولي معهم لا يفكروا أصلا في بيعه، إما أنه لا يأخذه أصلا ويخليه للشخص اللي يستحقه، وإنه حتى إذا أخذه فإنه لا يبيعه، بمعنى نولي يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمتنع عن إعانة الشخص على منكره، هذا يدخل في النهي عن المنكر. أنا ما حتى إذا ما نقدرش ننصحه ما نقدرش ننهاه، ولكن كوني فقط أمتنع عن ذلك فإنه سيتركه. كما سيدنا عمر لما غال السعر، غال بسبب قانون العرض والطلب، لأن العرض قليل أو بقى هو والطلب زاد، قانون اقتصادي يقول بأن السعر سيرتفع، نشتكت إليه ارتفاع الأسعار، وش قال لهم سيدنا عمر؟ قال لهم أرخصوه بالترك، هذاك الشيء إذا خليته سيرخص، لأنه ماذا؟ لأنه سيقل الطلب وسيصير متوازنا مع العرض وتعود الأسعار إلى حقيقتها. هذا الشيء أيضا، هذا الباسبور هذا اللي يدوه بعض الناس وما يخافوش ربي يهدينا ويهديهم ويحبوا يتجروا به، كيف نرخصه في أعينهم حينما لا نشتريه منهم؟ صحيح. ولكن طالما أن ثمة من يشتريه منهم فيزيدوا، هذا العام يبيعه بكذا، العام الجاي يزيد، العام الجاي يزيد، وربما واحد يشريه ويزيد يعود يبيعه كذا، ويزيد تولي توصل للشخص ما شعب بشحال. لا، هذا شيء آخر. نزيد لك شيء واحد أخر إذا سمحت الأستاذ حمزة واللي رم يسمعوا فينا جميعا. طيب، الحج وش واجب؟ واجب الاستطاعة ولا لا؟ صح، استطاع. ربي قالنا في القرآن، قالنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيدنا رسول الله في أركان الإيمان لما قال الإسلام قالوا وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يعني غير المستطيع هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. واحد ما حصلش على مالق ما دار قرعة، ما جاش جواز السفر بطريقة عادية، هل هو مستطيع؟ هذا ليس مستطيع، سقط عليه الحج، سقط عليه الحج. نوا هذاك العام يحج ودار الإجراءات وما قدرش يروح، ما حصلش على هذا الجواز بأي طريقة من الطرق المشروعة، عنده أجر ما عندهش أجر؟ عنده أجر. وكي عاود يحج عنده أجر ثاني تاع الحج. لا، خليونا نخلي هذا الشيء، ينبغي أن يكون عندنا حس مدني، وعي ديني، وعي وطني، وعي مجتمعي،
من أجل أن نلاحظ الأشياء الإيجابية في المجتمع فنشجعه فنشجعها، ومن أجل أن نلاحظ الأشياء السلبية في المجتمع فنعمل على عدم تشجيعها. أقل أضعف الإيمان في عدم تشجيعها أو في مواجهتها هو أننا نقاطعها، نقاطعها، قاطعوا هؤلاء الناس الذين يتاجرون بجواز وبجوازات السفر كلما حل هذا الموسم. شيخنا، هذا شق من السؤال، وشق آخر يقول فيه: أنا يعني في كل سنة ألح في طلب الجواز من عند الناس لنشوف باللي بإمكانهم أنهم يهدوني هذا الجواز، هل هذا الإلحاح جائز أم غير جائز؟ معليش معليش، ما دام يعطوه لك بمحبة خاطر فلا بأس إن شاء الله، معليش. وقال له عادي عادي، لا لا، إنسان كما يلح كل سنة يدير القرعة يلح كل سنة في أنه يقصد وجوه الخير لعلهم يشركون في الأجر، لأنه هذاك اللي يجيب جواز سفر واحد يحج به في سبيل الله هم شاركوا في الأجر، لأنه كان سببا من أسباب حجه. فإذا أنت كان ألححت عليه، نعم أنت عندك فايدة تحج، ولكن حتى الأخر عنده فايدة لأنه ساعدك على الحج. صحيح. ومن ثم كما قلوا بالأخر رابح رابح، غانيون غانيون، كامل رابحين إن شاء الله في هذه المسألة. الله يسلمك. نعم. وردنا كذلك سؤال من أحد حجاجنا الميامين، يقول فيه: أنا يعني حاج ويستفسر عن المبيت في منى، يعني خايف ما يلقاش مكان وين يبات مع الضيق تاع المكان ومع الحرارة ومع انعدام بعض المرافق، فما هي الرخصة في ذلك شيخنا؟ فعلا هذا سؤال مركزي جدا 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 جدا، لأنه تبقى الحلقة الصعبة في مناسك الحج الآن هي منى، أيام منى حقيقة. في مكة ناس راهي في فنادقها، قريب ماشي قريب، قريب نسبيا يبقى دائما في عرفات. الحمد لله الآن الخيم تاع الجزائريين من أحسن الخيم، حتى الآن صار في تكييف في الخيم، يعرف بكري كانت خيم هكذا بالأخر الآن راهي خيم مكيفة. تبقى الأيام تاع تبقى هذيك العبور تاع مزدلفة، وأيام منى هي الصعب. وين هي الصعوبة؟ الصعوبة هو أن مساحة منى التي يسمح بها بالمبيت شرعا محدودة، مع المرافق اللي موجودة فيها، هذا مستشفى، هذه طريق، هذه كذا، لأنه مرافق حيوية هذه، فتزيد الضيق أكثر. شحال دي منى، شحال تقدر ترفد؟ تقدر ترفد على حساب الإحصاءات على المنظمين قائمين على الحج في المملكة العربية السعودية، تقدر ترفد 1.5 مليون من الحجاج فقط. طيب قال كلكم نضيقوا هذا، نضيقوا نضيقوا بحيث تولي الأسرة متقاربة جدا، ما نخليه حتى فراغ. قالك شحال تقدر تلحق؟ قالك أقصى شيء 1.8 مليون أقصى شيء. طبعا لا، ما يلحقوش لها، لأنه عدد الحجاج شحال؟ عدد الحجاج أقل شيء 2 ملايين، أقل شيء 2 ملايين، 2 ملايين و200 ساعة 3 ملايين. إذا قلنا 1.5 مليون وكاين 2 ملايين، قلنا سيدي ها أقصى شيء 1.8 مليون وكاين والحجاج غير 2 ملايين، أنا كاين 200 ألف ما عندهمش مكان في منى. هذه ما عندهمش مكان، الغالب عدد الأماكن أكثر أقل من عدد الحجاج. لا تصور لو كان عدد الحجاج 2.5 مليون، معناها شحال ولاو؟ معناها 700 ألف ما لقاوش مكان. هذو 700 ألف يقدر يكونوا من الجزائريين، يقدر يكونوا من الأستراليين، يقدر يكونوا من السعوديين، يقدر يكونوا من الإيرانيين، يعني بلد من البلدان، أي بلد، لأنه كل بلد المسلم عنده حصة بقدر يشوف مساحة منى، ومن بعدك عنده حصة بحسب نسبة عدد حجاجه من مجموع الحجاج. ومن ثم كل البلدان سيكون لها عجز في منى، ومنها نحن. احنا احنا كي الناس، احنا لسنا خير من الناس ولسنا أسوأ من الناس. صحيح.
يبقى الآن وش نقوله؟ إذن باش نعرفوا لماذا هذا الإشكال. معناه إذا كان هنا 36 ألف حاج ممكن 6000 7000 8000 ممكن لا يجدون مكانا، ممكن. طيب هنا وش نقوله؟ يعني شوف الترتيب اللي نذكره. أولا نبين الحكم الأصلي. الحكم الأصلي أن المبيت في منى واجب من واجبات الحج، واجب صح. إذن فكل إنسان لقى مكان يبيت في منى صح. الأمر الثاني هذا من ناحية الفقهية. الآن شوفوا من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السلوكية ومن حيث رقي السلوك. مثلا سيدي الأستاذ حمزة سنلبس عليه وناشط ويمشي وجاء من عرفات لحق مزدلفة تمتم وصل إلى منى ولقى القيم فرغة ودى المكان تاعه الله يبارك إن شاء الله كل يوم إن شاء الله لقيت المكان تاعك في منى الله يبارك صح الحمد لله. طيب وانت هذاك الاخر بداوا يلحقوا الحجاج بعدين تعمرت الخيم وانت بان لك واحد الحاج حاج كبير في العمر وقد ارهقه المشي والتنقل من عرفات الى مزدلفه ثم منى وانت راك احسن منه حالا لحقت بكري وقعدت وارتحت شويه وانت تقدر تدبر راسك وبعدين ما لقاش مكان ما لقاش ما لقاش وهذا الشاب هذا اللي هو السي حمزة قال والله أنا كاين آية في كتاب الله عز وجل أنا ما كانتش عندي كاع فرصة باش نطبقها اليوم نحاول نطبقها. واش هذه الآية؟ هي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما شاء الله هذه الآية نزلت لما نزلت شيخ نزلت كاينة منها وكاينة في القرآن ما كانش كاينة منها. طيب هذه الآية تقدر ننزلوها مرة واحدة أخرى في منى كأننا نعيد نزولها في مكة في منى. كيفاش يدير الانسان هذاك الانسان المتعب الشيخ الكبير يخرج يقول يا ودي هاك مكاني وانا راح ندبر راسي. هذا سلوك راقي جدا وقد رايته بام عيني. انا رايته صحيح. انا رايته هو اشهد للكثير من شبابنا الجزائريين الذين قاموا بهذا السلوك في مدخل الخيم في مكه. في مدخل كاين مساحه هكذا للاستقبال الحجاج اللي لحقوا ما لقاوش اماكن. اللي لبس عليهم شباب يدبر راسه احبط المكة بعد منتصف الليل وهذا احنا كيواليها اللي ما يقدروش مساكن. بعض الأئمة تاعنا ربي يجزيهم الخير بمكبرات الصوت يتكلموا مع الحجاج اللي راهم في خيم راهم مكسلين. يا حجاج نعلم أن المكان مكانكم وأنه حقكم وهذا لا شك في ذلك، ولكن أعلم باللي أنه كاين واحد راه في عضب باباك ولا وحده سيده نقول لها راهي وحده في عوض يمك. الله الله احسنوا اليهم واكرموهم ومحبه خاطر واحتسبوا الاجر عند الله عز وجل. ومساكن لهم في حاله متعبه تعبانه جدا اللي هداها ربي وشرح له صدره يجي الى مدخل الخيمه المخيم رقم كذا وكذا او كان حجاج مساكن في حاله ساعة تلقى في المدخل 10 15 20 حاج من الكبار هذوك مساكن ما لقوش. صدقني يا أستاذ حمزة في الجهة اللي كنا فيها بعد أقل من نصف ساعة من هذا النداء لم يبقى واحد من الحجاج هذوك المتعبين. كل دقيقة زوج يجي واحد يقولنا ورا هذا الحاج روح نديه المكان. واحد المرة جاونا واحد 8 على ضربة 8 ولا 10 حجاج كلهم داو ومن بعدك جاوا ناس ما لقاوش. جاءوا بنية أنهم يتنازلوا ولكن لقوا الأمور انتهى فتحقق فيهم معنى الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شراقي احنا ندعو الحجاج تاعنا أن يتصرفوا. هذا هو الحج، هذا هو الحج في منى، هذا هو الحج، هذا هو الحج. الآن هو كيف تجتهد في أن تأخذها من نفسك وتعطيها لغيرك. أنا كاين قصة نقولها ولا مازال عندنا شويه وقت؟ مازال عندنا شويه. طيب قصه رائعه جدا حدثت للجزائريين. كاين واحد كان في منى، كان في منى وصرى له نفس الشيء هذا في خيمته. هو انسان في الخمسينيات من العمر هكذا يعني 50 يعني 50 سنه في عمره نقول، ولقى مكان في منى. جاي واحد الحاج متعب
أكبر منه سنا وقد أنهكه التعب، مسكين خلاص. شاف هدر مع الناس اللي الحجاج اللي معه، قالوا ما واش رايكم هذاك الزمان؟ قالوا من نضيقوا شوية على روحنا ونفتحوا له مكان. ما حبوش. شفت كاين فرق بين الحجاجة، كاين حجاج مستواهم مفتوح في الإحسان، كاين حجاج مستواهم محدود في الإحسان، ما حبوش. كي شاف قال لك الآن أنا ما نقدرش نخليه، واش دار؟ خلى له مكان. قالوا يا الحاج، قالوا رواح أنا، قالوا كاين مكان ديك ليه، حطوا رفد الحقيبة تاعو وراح خلاه خلاص. بس ندري ماذا وين راح بعد ذلك. كي ولا من الجزائر، هذاك اللي خلى مكانه هو إطار سامي في الدولة الجزائرية، مدير مركزي في وزارة من الوزارات. وصار له كي جا لهنا تغييرات إدارية كذا، أنهيت مهامه، وقعد في الدار. طيب بعد مدة اقترح عليه منصب أعلى، أعلى وين؟ في الوزارة الأولى. طيب بعد الإجراءات كذا، لأنه في إجراءات الاقتراح كذا، وصل الوقت، هذه بعد أشهر، وصل الوقت باش يروح يمضي على محضر التنصيب. هذاك النهار تلاقى مع شخص. شكون هذاك الشخص؟ هذاك الإنسان اللي خلى له مكانه في منن. لا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقوا فرحوا ببعضهم لأنه شفوا على بعض. من هذاك اليوم ما زادوش تلاقوا حتى تلاقوا في الوزارة الأولى. في الوزارة الأولى. هكذا واش جيت دير؟ قالوا كذا، أنا جيت نسجل باش نحضر التنصيب. وشنو؟ قالوا في المكان في المنصب الفلاني يبدو لي كالمستشار تاع السيد الوزير الأول. قالوا متأكد؟ نعم. واش وقع؟ أنه هذاك الشخص جاء لكي يودع زملائه هنالك، وهو الذي كان يشغل ذلك المنصب. يعني خلله مكانه في منن، جاء خلله مكانه فيك. شوف في أن الله هنا في الجزائر. شوف يعني شاءت إرادة الله أنه من بين كل الحجاج هذاك اللي يخلي له مكان، وشاء الله عز وجل أنه من بين كل الإطارات اللي ممكن يترشحوا هو اللي يترشح. ربي قالوا الله من كريدي، يعني ربي يعطي بالتعجيل ولا يعطي بالنسيئة. اللي يعطيها له في الأخيرة أي في الأخيرة، ولكن حتى في الدنيا مذهبين احنا ندير وهج. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اللي يقدر يقعد إلى منتصف الليل ويمشي، يقعد إلى منتصف الليل ويمشي وقد أتى. حلول أخرى ربما أيضا نذكرها في حصة أخرى بإذن الله تعالى، نرشد بها حجاجنا الأفاضل ونرشد بها أنفسنا جميعا، وبارك الله فيك. إن شاء الله. شكرا يعني شيخنا الفاضل الدكتور محمد مشنان على هذه التفصيلات والتفريعات في هذه الأسئلة التي تخص حجاجنا الميامين، الذين نسأل لهم العلي القدير أن يوفقهم وأن يرزقهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وللذين لم يحجوا أن يرزقهم حجا بإذن الله. مشاهدينا الكرام، إلى أن ألقاكم في العدد المقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.